مركز ويلث يرحب بكم. اليوم سنتعلم عن خاصية التداول بالنسخ وكيفية نسخ جميع الصفقات الجديدة التي سيقوم المتداول المنسوخ بفتحها مستقبلاً. قبل بدء عملية نسخ الصفقات المستقبلية لدى المتداول المنسوخ، الرجاء ملاحظة ما يلي: لن يتم فتح سوى الصفقات المفتوحة بعد إجراء النسخ في حساب الناسخ. سيتم فتح صفقات جديدة بنفس السعر الذي يقوم المتداول المنسوخ بفتحها به. تحسب نسب الصفقات الجديدة من الملكية الفعلية للمتداول المنسوخ، رصيد الحساب بالإضافة إلى الأموال المستثمرة. ستحظى الصفقات بنفس قيم إيقاف الخسارة وجني الأرباح المخصصة للصفقات الأصلية. سيتم نسخ كافة تحركات المتداول المنسوخ تلقائياً في حساب الناسخ، بما في ذلك التغييرات الحادثة في معدلات وقف الخسارة وجني الأرباح وغلق الصفقات. وفي حالة تمديد المتداول المنسوخ لأمر وقف الخسارة من خلال إضافة المزيد من الأموال إلى إحدى الصفقات، سيتم ضبط معدل وقف الخسارة الخاص بك وفقاً لذلك. كيف تقوم بنسخ الصفقات المستقبلية؟ اذهب إلى خيار الأفراد واختر المستخدم الذي ترغب في نسخ صفقاته بعد تحليلك لملفه. ستفتح صفحة داخلية للمستخدم الذي قمت باختياره. اضغط نسخ. في النافذة التالية ادخل المبلغ الذي ترغب في تخصيصه، ثم اضبط المبلغ الذي تود وقف الخسارة عنده. اضغط على نسخ الصفقات المفتوحة لإزالة علامة الصح، ثم اضغط نسخ لعرض جميع الصفقات المنسوخة من متداول واحد. انتقل إلى محفظتك وانقر على اسم المتداول المنسوخ. يمكنك التواصل مع مركز ويلث للتدريب في أي وقت في حال وجدت أي صعوبة على الأرقام التالية. مركز ويلث يتمنى لكم تداولاً موفق.